تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو شلل الوجه النصفي. بحضنا دكتورة سنة أم الزين أخصائية في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. باش تجاوب على التساؤلات نتاعكم الكل من توا حتى شلل الأربعة نتاع العشية على 31 380 ألف. نجم تربحوا معنا زيدا أن برودوي 200 من هدايا للابوراتوار إس في آر. تربحوا معنا أن إكران سولير سانسيكور بلار. ما عليكم كان تجاوبونا على السؤال اللي باش تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا راديو إي إف إم واللي يقول هل أنو شلل الوجه النصفي يصيب الرجال والنساء على حد سواء أي وإلا لا؟ إذا كان عندكم فكرة على الإجابة نجموا تخليوها في كومنتير على الباج فيسبوك نتاعنا راديو إي إف إم. سينو نعاود نذكركم اللي موضوعنا اليوم هو شلل الوجه النصفي. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان. دكتوره سنه مرحبا بك بحضنا في اي اف ام. عسلامه. مرحبا بكل مستمعينا على موجات راديو اي اف ام. شكرا هاجر على الاستضافه. عايشك الله يخليك. دونك اليوم جينا باش نحكيوا على الموضوع هو شلل الوجه النصفي واللي يسمى بباراليزي فاسيال بيريفيريك. باش نعرفوا الشلل هذا هو نوع من الشلل اللي يتمثل في ضعف يصيب اكثر من نصف عضلات الوجه. ونتيجته يعني اصابه العصب السابع وهو عصب التعابير الوجهيه. دونك يجي الشلل هذا بصفه مفاجئه ويضرب كل فئات العمريه يعني صغار كبار ويكون على حد كيف كيف عند النساء والرجال. ويكثر عند مريض السكري وفي فصل الشتاء مع موجات البرد وفي الأشهر الأخيرة في الحمل. دونك يمكن نصنفوا المرض هذا الى ثلاث درجات والتصنيف هذا يعتمد على مدى امكانيه المريض على اغماض العين وتحريك عضلات الوجه. دونك الصنف الاول هو شلل مؤقت اللي يدوم العلاج نتاعو مده 3 أسابيع باش يبرع. الشلل المتوسط اللي نجم يوصل حتى لشهرين. والشلل الخطير ولا النجم في 20% يعطينا إعاقة دائمة. دونك كيفاش نفرقوا دكتورة ما بين ثلاثة درجات هذوما؟ شنو الأعراض نتاع شلل الوجه النصفي؟ كيفاش نعرفوا عن شلل الوجه قبل ما نحكيوا على الأعراض هذا باش نحكيوا شوية على العصب السابع. هو العصب السابع هو عصب النواة نتاعو موجودة في الجذع الدماغي وعنده أليف عصبية تخرج من الجمجمة تمشي في وراء الأذن في العظمة اللي وراء الأذن. ويتفرع يمشي للوجه. دونك الوظيفه نتاعو هو يتحكم في عضلات الوجه ويتحكم في الغدد الدمعيه. الغدد اللعابيه الاذن الوسطى فما عظم اسمه العظم الركيبي دونك يتحكم في يتعدى من غادي العصب السابع والتذوق في مقدمه اللسان. دونك على الاساس نتاع منين يتعدى العصب هذايا باش نشوفوا الاعراض اللي نجم يعطينا يعني الشلل هذا كي يصيب الفرد فينا. الاعراض دونك دكتور شنو هما؟ دونك الاعراض كي يجيك مريض ديجا باش يبدا عنده اون اسيمتري في وجهه. دونك الشيره ماهيش كيما الشيره الاخرى. باش تلقى المريض غير قادر على اغماض العين ويحس جفاف في وسط عينه. المريض غير قادر على النفخ او التصفير. المريض غير قادر على تجعيد الجبهه. ميلان الفم الى الجهه السليمه. هذاك علاش يعني نزول الماء في زاويه الفم اثناء المضمضه او الشرب. كيف كيف تجمع الاكل يعني بين اللثه والخد كي المريض يبدا ياكل. كيف كيف يلقى ديفيكولتي باش يتكلم المريض كي يبدا شلل متقدم شويه. ينجم زاد المريض يحس بوجيعه في وذنه. ينجم يحس في اضطرابات على مستوى التذوق. وكيف كيف حصول خدر وتنميل في الجهة المتأثرة خاصة حول الشفتين. وهذا كي العادة نفسره اللي هو يرجع لوظيفة العصب السابع. باهي دكتورة قول قال منش يجي شلل الوجه النصفي هذا؟ شنو الأسباب نتاعو؟ هي لاباراليزي فاسيال بيريفيريك قاعدة السبب مجهول راه. مي عندنا الافتراضات معناتها اللي تعطينا المرض هذا هو الالتهاب الفيروسي المباشر للعصب السابع. كيف كيف هو دكتور باش نقص عليك سامحني جينيرالمون احنا في الشارع معناها نعرفوا يقول لك ساعات واحد كان في بلاصه سخونه وخرج اوتوماتيكمون لبلاصه بارده تلقى وجهه تعوش. صحيت هذيك التعرض لموجات هواء بارد كيف كيف هذا علاش نسميوه زاد باراليزي فاسيال بيريفيريك افريغوري. يعني تعرض لفحه هواء بارد
كيف كيف ينجم يعطينا لا باراليزي فاسيال هذايا واش على النصف في الوجه. سبب في التعرض لحادث ينجم في جمجمة الرأس يتأثر العظم الصخري هذايا اللي يتعدى منه العصب السابع الفراكتور دو روشي تعطينا الباراليزي فاسيال بيريفيريك والا اثناء بعد عملية جراحية اللي يمس العصب هذايا. سبب رابع مريض السكري يبدا متعرض اكثر من غيره للمرض هذايا اللي السكر نتاعو مش معدل مريض السكري يبدا السكر نتاعو مش معدل يعطينا في بعض الاحيان لا باراليزي فاسيال هذايا نمو بعض الاوراق سواء في العصب ولا في المناطق اللي يتعدى منها بحكم الضغط. بعض الامراض الباطنيه on va pas les détailler خاطر موجودين برشا وكيف كيف ستريس والضغط ظهر يعني انه في بعض الاحيان المريض بعد ما نعمله كل شيء وبعد التحاليل وكل شيء نتفطنوا اللي هو بالستريس والضغط اليومي ينجم يعمل الحاله هذه معناتها نتيجه للضعف المناعه والضغط اللي يصيب المريض. والمراه الحامل دكتور المرأة الحامل معناتها ليزيتود وريو اللي هي أكثر من غيرها عرضة يمكن في الأشهر الأخيرة تفقد شوية ضعف المناعة يمكن هذاك علاش أنا لقيت في الثلاثة أشهر الأخرانين وفي أول جمعة من الولادة نجم تصاب في الثلاثة أشهر الأخرانين علاش خاطر يمكن الصغير يمتص الفيتامينات الكل من عند أمه وتعرف أنت معناتها في الأشهر الأخيرة تتعب شوية الأم دونك يمكن نقص فيتامينات ضعف مناعة هو ديجا كما قلت لك هجر سبب مجهول يعني ما فهميش حتى شيء مؤكد فهمت يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك شوية خير باش نحكيو على التشخيص وأهمية التشخيص ومن بعد باش نحكيو على العلاج يعطيك الصحة دكتورة دونك نعاود نذكرهم اللي موضوعنا اليوم هو شلل الوجه النصفي تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف توا دكتورة نحكيو على العلاجات الممكنة واسكو العلاجات تفرق زادة من بين حدة ولا درجة الشلل وإلا لا باهي أول حاجة هجر كي باش يجينا مريض عنده الشلل هذا نوصي بربي الطب الكل لازمنا نطمنوه ونحكيو معاه في الجانب النفسي هذي على خاطر 75-85% يبرأ حتى معناتها من غير دواء يعني هو دواء الحقيقة يعجل في الشفاء لكن هما يبرأوا سبونتانيمون معناتها خاطر هو ديجا قلنا لسبب يعني غير معروف مجهول فهمت دونك باش نعاونوا المريض باش يعجل الشفاء نعطيوه لي كورتيكويد ادوز اكزاكت معناتها حسب الوزن نعطيو مضادات للالتهابات الفيروسية نعطيو فيتامينات نوصي بالكدا زاد على الفيتامينات فيتامين بي 12 الأوميغا 3 والفيتامين دي يعاونوا برشا في الحالة هذه باش يسترجع المريض النشاط نتاع العصب نتاعو وننصحو باش يحافظ على العين نتاعو خاطر كما قلنا المريض هو غير قادر على إغماض العين نتاعو دونك شنو نعطيو نعطيوه دموع اصطناعية خاطر يصيب العين الجفاف دونك المحافظة على رطوبة العين كيف كيف نعطيوه مرهم يقوم به يحطوا باش نحافظوا كيف كيف على رطوبة العين ننصحوه باش يلبس نظارات شمسية في الحفاظ من الشمس وفي النهار وفي الليل يحط لي كومبريس ستيريل يعني حاجة مبلولة على عيني كومبريس ستيريل اوميد باش كيف كيف ما يصيبش العين خدش او يعني توصل تعطي كيغاتيت ولا امراض اخرى في العين اللي هما معناها مش باهي نحافظوا على عينينا كيف كيف ننصحوه باش يزور طبيب الأذنين خاطر ينجم يكون المشكلة من الأذن نتاعو وكيف كيف يتبع مع طبيب العين باش يعني ما يخليش لي سيكال للمرض هذايا فهمت ما يخليش مضاعفات أو أعراض بالنسبة للحالة هذي هذايا الأدوية وكل ما هو نصائح ومن بعد نعطيو زاد العلاج الطبيعي ماذا بينا زاد في أقرب وقت خاطر كل ما بدينا معناتها في ساعة كل ما العلاج عطى المفعول نتاعو أكثر دونك نعرفوا اللي في الشلل هذايا تتكمش وتقلص العضلات دونك احنا نعطيو علاج طبيعي وتمارين رياضية معناتها تمارين للعضلات باش نقوموا بتدليك هالعضلات هذايا باش ننشطوها كيف كيف بعض النصائح مثلا نقولوا له باش يمغض العلكة من جهة المصابة يقعد يصفر وينفخ باش هذاك ينشط العصب نتاعو والعضلات اللي تمست. باهي اسكو فما معناها تنجموا تمشيو للجراحة في الحالات هذوما ولا لا؟ يبدا سبب هو نمو ورم لكن في الحالات الأخرى إذا فما إعاقة
دائما يعني جراحات تجميلية مش جراحة على العصب في ذاته. فهمت؟ يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من تواحتك شلال الأربعة متاع العشية. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. نعود أذكركم اللي الموضوع متاعنا اليوم هو شلال الوجه النصفي. دكتورة فما شكون يسأل فينا اسكو الوخز بالإبر يكون نافع في شلال الوجه النصفي وإلا لا؟ اي نجم سي اون التيرناتيف باهي نجم تصلح نجم يلا يخليك يعطيك الصحه دكتوره. دونك بحدينا دكتوره سناء ام زين اخصائيه في جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. ممكن بعد تحظوا كل ما قاطعين نحس اللي ران لي عينيك ماهمش كيف كيف معني قاطعين اللي صار كيف بيد لهاك شوي حبيت نسال دكتوره انت من المشكله هذيك وإسكو هو ينجم يكون السبب نتاعو غش ولا لا؟ ويرجع ولا باهي عسلامة مريم. باهي الباراليزي فاسيال بيريفيريك نجم تجي نيتشر عن ضغط ولا ستريس ولا غش. دونك هذا سايتي بروفي. عينها مرخوفة شوي هي تنجم يكون معناتها لي سكيل مضاعفات اللي قعدوا. بالنسبه اللي هي طبيب عطيها دواء ولا لا كيما قلنا بكري معناتها الدواء ماهوش يعني نجم يرجع ترجع وحدها هو يعجل فقط معناتها ما إذا يمكن معناتها كان خذيت ولا ما خذيتش نجم يكون النتيجه هي بيتها معناتها. وقلت لك دكتوره وانا بتبعدي كنت نسالوا لك سؤال اسكو اللي يصير له مره شلل الوجه النصفي اسكو نجم يعاود يرجع له مره اخرى والا لا؟ اي هو ينجم يعاود يرجع له. هذاك علاش احنا في كي يجينا مريض ونشخصوا الحاله نسالوه اسكو اول مره ولا لا؟ اول مره ينجم يقول لك المريض انا معناتها كنت في بلاصه سخونه وخرجت وكل شيء دونك من نتفاجئوش برشا ما نطلبوش لي زاناليز برشا ولا الليغام ولا حاجه. اذا تعاود نوليو ندقوا اكثر في الحكايه نفحصوه باش نشوفوا الاعصاب الاخرى ونطلبوا ليغام باش نثبتوا معناتها فما شي حاجه عطاتنا الشلل هذايا. دونك والنجم زاده معناتها تجي ريسيديف وهو ناتج معناتها نفس الحاله يعني ماهيش ماهوش ناتج عن سبب اخر. نجم يكون هذيك لا باراليزي فاسيال فريغوري يعني اللي تعرض للهواء تتعاود له خاطر العصب نتاعو بلو فراجيل ولا دونك ينجم يعاود. لكن احنا في المرحله هذه نطلبوا اكثر ديزاناليز ونقوموا بالليغام وكل شيء باش نتهنى. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو للمنيله معنا قيس. مرحبا بك قيس. عسلامة. مرحبا. مرحبا سيدي. يعيش. مرحبا دكتوره. ايوه حبيت نسالها دكتوره على لا باراليزي هذيا دو بعد كي جاتني مشيت لبيس بون جي بخي لي كونتيز نيسيسار لو ماساج الكل قعدتني حكايه ساعات نحسها تولي سونسيبل في الريح دونك إل مون دي كو معناتها لازمني ديما جو دوا بخوندر مي بريكوسيون ولازم نغسل وجهي قبل نعمل شرب ماء ونبل كرومتي سيرتو قالوا لي تبل كرومتك شويه ماء ما تخرجش ريحته والحكايه هذه مقلقتني برشا. فهمتوا كي نترش الساعات نحسها كلي بزنس. اي بي عسلامة قيس مرحبا بك. بي بالنسبه لكل مريض جاتو لا باراليزي فاسيال هذيا يعني صحيح يكون بلو فراجيل من عبد اخر ما جاتوش. دونك شنو انا ننصحوهم معناتها ننصحوهم كيما قال قيس معناتها يشرب شربه ماء قبل ما يخرج ولا يمسح وجهه يبل وجهه وكل شيء وسورتو انا ننصح ياخذوا دي كور دو فيتامين على خاطر اذا جاتو مره لا باراليزي فاسيال اللي معناتها اكثر من غيره ينجم تعاود ترجع له. دونك ياخذ لي فيتامين باش يعاون العصب هذايا بوغ سو ريجينيري وما تعاودش ترجع له يعني باش ما يحسش دباك التنميل والحكايات اللي قال عليهم قيس بكري. فهمت؟ باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس معنا مراد. مرحبا بك مراد. عسلامه. عسلامه سيدي مرحبا. عايشك بربي. حبيت نسال الدكتوره انا توا صافي 3 ans جاتني باراليزي فاسيال سويت اون زون والباراليزي فاسيال هذه خلفت لي دي سيكيل صغار مي ماهوش في اللي معناتها في اللي تدروبو ما تبان حتى كان وقت اللي فما ديكزيمات في الوجه مثلا واحد يضحك ولا حاجه فما دي سيكيل ظهري المشكله بون تنست بهم من هذوما كل شيء المشكله هي قعدت لي مشكله اشاك فوا ناكل حاجه بارده ولا قادي فيه ولا حاجه حاره ولا حاجه سخونه برشا عندي عيني اللي نشوف الباراليزي تقعد ديما تدمع.
ونحكي هذه ما حبش نحها معناتها من الوقت اللي صارت الباراليزي توتت سنين شك فوا هكاك باردة سخونة حاجة كذي في ديما تقعد عيني تدمع حبيت نثبت اسكو الحكاية هذه تداوى توا بعد 3 سنين 4 سنين ولا الصفحة التالي اللي ما يداوىوش. بي عسلامة مراد. دونك parmi les séquelles هما اللي يقعدوا المضاعفات معناتها اللي يقعدوا في الباراليزي فاسيال هو انه المريض عينه يعني تدمع بطريقه معناتها تدمع وحدها والا تجف العين والا ما تتغمضش شويه ولا يحس مثلا تنيل في خده كل شيء. هذوما من المضاعفات اللي يصيروا معناتها بعد الباراليزي نجم تكون هي كي صارت له عنده 3 سنين صارت معناتها من النوعية المتوسطة ولا الخطيرة. دونك هذوما في بعض الأحيان يعطيو السكال هذوما. دونك احنا ننصحوا ديما باش مثلا هو ديما عينه الجف مثلا يشوف طبيب العينين بطبيعة باش يثبت من الحكاية هذه ولكن نجم يعاونها بالدموع الاصطناعية والمراهم باش معناتها يعاون العين خاطر كما حكينا معناتها هو العصب السابع يتحكم في الغدد الدمعية. إذا تمس وصارت الباراليزي هذو ما يعتبروا من المضاعفات اللي قاعدوا معناتها من السكالة اللي قاعدوا نجم زادة تتنحى معناتها بمرور الوقت قال 3 سنين صحيح ما نجموا بشوية ترجع به. يعطيك صحة دكتورة. نمشيو للزهرة معنا فهيمة. مرحبا بك فهيمة. سلامة هجورة شنفيس. مرحبا للا تفضل. مرحبا بالدكتورة. أنا عمري 16 سنة خرجت من الحمام شعري مبلول يعني مبلول ايه وانا في الليسي حسيت فمي تعوج والعبيد كلهم حسي فمي تعوج ويقولوا لي ليه نورمال راك فمك عادي حسيت بطول المدة عيني وعشت تسكر وفمي كيف تعوج شوية كما قلت الماكلة وكل شيء وزني زادة مشيت للطبيب خديت الدبي عطاني باش نغطي راسي شهر كامل ما عادش نخرج براسي عريان وصافا الى توا الحمد لله توا عمري 35 سنة اما خايفة نسمع فيك تقول تنجم ترجع تتبجعش عادة احنا توا الاوبجيكتيف نجيو لهنا باش نفسروا الراي العام وعيوبكم شو ما تنجمش وعيوبكم وكل شيء مش باش نفشعوكم فهيمة ليه ما تخافش بقدرة ربي ما ترجع لك شا ما خذ دي فيتامين ديما واعمل معناتها عاش تخرج من الحمام راسك مبلول وصحيت ديما شيح شعرك هما الحاجات اللي صاروا لك معناتها قبل لازمك تتفاديهم دونك تشيح شعرك بالكدا تاخذ لي فيتامين تتجنب لفحة الهواء الباردة الناس كلنا احنا معرضين تنجم تجينا حتى اللي عمره لجيت وتنجم تجي حتى الصغار تنجم تجي حتى الصغار تنجم تجيها معناتها كل فئات العمريه نساء رجال كيف معناتها نفس دونك احنا جوست المفيد معناه من الحصه هذه مش نوعي وننصحوا نجاوبوكم مش نخوفوكم فيه. يعطيك صحه دكتوره. دكتوره اسكو من المضاعفات نتاع شلل الوجه النصفي نجم يعمل الام حاده في الراس والا لا ولا الام متواصله حاده في الراس والا لا لا ما عندوش دخل معناه اذا كان صار شلل الوجه النصفي وقعد راسه يوجع فيه باغ اكزومبل ما عندوش دخل بالشلل لازم يشوف طبيب مختص باش يشوف الحكايه الحقيقه ما يعطيش برشا في الراس ما عنديش علاقه معناها باهي يعطيك الصحة يمكن الايامات الاولى شويه صداع لكن مش حاد معناها باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك بيك عايش بالله انا جاني المرض هذا الشلل النصفي جاني من شرتين جاني اول مره من شرت اليمين وبرا الحمد لله وبعدين رجع مشير اليسار وتو برو زوز والله حبيت نسال الدكتوره معناها يعني سمع كان يعاود يرجع لي ولا وكان كان يرجع من اخطر ولا لا وكو باهي في عقلك ما يصيرش تسال قد ما تحب يا سي سعيد تفضل دكتوره. باهي بون هو جه من اليمين احنا زوز معناتها العصب سابع على اليمين وعصب سابع على اليسار دونك تضر العصب سابع على اليمين ومن بعد مشى على اليسار دونك ديما كيما قلنا الغيسيديف يعني باش يرجع اكثر عند عبد جاتو مره الاولى كو مع عبد ما جاتوش ما دامها حاجه برات دونك هذه حاجه ما تخوفش جوست ياخذ الاحتياطات نتاعو لازمه اللي كنا نحكيو عليهم انه ما يتعرضش لضربه هواء بارده لفحه هواء بارده انه معناتها ياخذ لي فيتامين وقدرة ربي معناتها لاباس قدرة ربي لاباس. باهي اوكي دكتوره جانا سؤال على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام يسال فين هل انه التهاب الغده النخاميه عنده علاقه بالشلل الوجه النصفي والا لا؟
نخامية اي والله هكا كتبوا معلش اسكو ما هذه هو الغده يعني لاباراتيرويد نعرفين اسمها النكفيه بالعربي ما نعرفش النخامية بون العربي نتاعي زد مش العربي الطبي نتاعي انا جيت عربيه اخرى نعاونك الغده النكفيه هي لاباراتيرويد هي كي تبدا تتمس معناتها انا بكري قلت نمو بعض اورام ما حبيتش ندخل في لي ديتاي هي الغده هذيك لاباراتيرويد كي يجي فيها ورم يعني ينجم يعطي لا باراليزي فاسيال بيريفيريك هذاك علاش انا قلت لازمنا نشوفوا طبيب الاذنين باش يشوف لنا اذننا وخطر برشا امراض سدا داخل الاذن تنجم تعطينا الحكايه هذه ويشوف لنا الغده النكفيه لا باراتيرويد بانه خميه تنطل عليه شويه والله نعرفها نسيتها باهي تنشوفوا هي شنو نجمو نجاوبوا اوكي سينا نكملوا مع تليفونات معنا سلوى من تونس مرحبا بك سلوى عسلامة مرحبا يا سلوى سلوى الله يخليك كان الغاديو اللي بحديك سكروا من غادي صحيتك يا كان سمعنا من التليفون ربي يخليك اي تفضل الدكتورة تسمع فيك انا صارت لي الحكايه هذه توا حكايه كيف ما قال كنت ما كنت تحكي قبيله هكاك 16 وعاودت رجعت لي صافي 2 تالي اي انا الحمد لله معناتها سي بون توا اما قعدت لي عندي وجيعه في كراي من تالي اي شفتو هكا كي بتنرفيز ولا واحد اسكو هي تبعتها ولا لا ولا كل حاجه وحدها وشنو اللي فيتامين انا تو سمعت ما كنتش مركزه اما بعد تسمع فيها قلت الدكتوره ناخذ دي فيتامين كنت بعمل مزيه تقول لي شنو هيك اكزاكتومون لي فيتامين عسلامه سلوى دونك السؤال هو انه خفت عاود ترجع لها لا باراليزي عندها مشاكل الوجيع في الرقبه لا مشاكل الوجيع في الرقبه ماهيش نفس السبب نحب نفتح قوس صغير هي بكري قلنا من الاسباب حكينا عليهم هو التشنج العصبي والضغط والستريس وكل شيء كيف التشنج والضغط العصبي والستريس نجم يجي في الرقبه وحكينا المره اللي فاتت هجم على الرقبه ونحب جانسيس المره هذه شويه نقول اللي كل ما هو ستريس وكل شيء نجم ياثر علينا وعلى بدننا الكل دونك هي سيغمون كي جيت على لا باراليزي فاسيال المره الاولى من ستريس المره الثانيه عاودت لها من ستريس دونك عندها ان كومبوزونت نتاع ستريس كبيره اللي توا تحس فيها في رقبتها زاده ما عندهمش علاقه ببعضهم سبب يعني هو اللي عطى نفس الحاجه مي باراليزي فاسيال وسيرفيكال جي ماهمش نفس الحاجه باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك نمشيو للتليفون الموالي معنا نهال من جندوبه الو نهال قالت لي ماهوش الواحد اما هما الو عسلامه مرحبا نهال بربي انا صارت لي مرتين معناتها الحاله هذه نتاع شلل نصفي مره صارت لي في شيرين معناتها وعملت عملت دوار بالمساج ورجعت سبع بعد بريسك عام هكاك عادت لي في شيرين المساج تاع الحمد لله كذا معناتها بديت منها اما مازلت شويه وقت نغمض عيني نكبحها ثم شويه وجيعه وراوغني ولا تعبت لي الرقبه في لوتر وعيني ديما ترس ما تحسش نرجع للتيبخ لا تعاود ترجع لي مرة أخرى بسم الله عليكم الكلهم خايفين لا تعاود ترجع لهم بسم الله عليكم راهو والله جينا اليوم باش جوست نطمنوكم مانيش نفشعوكم راهو معناتها هي سيتون معناتها علاش احنا جينا اليوم باش نحكيو على السوجي هذايا خاطر برشا ناس يجيو والنفسية نتاعهم تاعبة هيجر يجي وجهه معناتها معوج ويخاف لما يرجعش الحمد لله والكل اللي تكلموا وجوههم رجعوا حتى وكان رجعت لكم ما تخافوش تعاودوا ترجعوا كيما كنتوا دونك احنا رانا نحب نهنيكم باش نزيدو نفجعوكم وكي واحد كيف كيف معناتها ياخذ التدابير اللازمه باش ما تعاودش ترجع له ومعناتها نحب زيد نفتح قوس واحد اخر بكري خاطر سلوى ما كان جاوبنيها قالت شنو ما لي فيتامين لي فيتامين هما اباس دو فيتامين بي 12 لا فيتامين دي والاوميغا 3 هذوما لي فيتامين اللي يعاونوا لو نير بو ريجينيري وباش ما تصيرلوش الحكايه هذه كل واحد عنده مشكله في الاعصاب نعاونوه باللي فيتامين هذوما دونك باش ما تعاودش ترجع لكم يا سيدي هاي بقدره ربي لاباس ان شاء الله باهي الدكتوره فما شكون يسال فينا اسكو شلل الوجه النصفي نجم يمتد لاعضاء ولا اطراف اخرى والا لا ترجع بتعليد باغ اكزومبل والا لا هذايا بكري حكينا عليه في التشخيص
باراليز راهو لازمنا نفرقوا ما بين شلل الوجه النصفي يعني باراليزي فاسيال بيريفيريك والباراليزي فاسيال سنترال. هذيك سنترال تجي معاها شلل اليد والساق من الجهه المخالفه، وهذيك تنجم توجهنا نحو مشكله معناتها سكته دماغيه ولا تيومور سيريبرال ولا اللحمه في الراس، فهمت؟ مي جينيرالمون لا باراليزي فاسيال بيريفيريك كافريغوري ما يجي معاها حتى عرض، كان الاعراض اللي حكينا عليهم يعني ما تمسش الجسم، جست الوجه والبلايص اللي حكينا عليهم اللي يعني يتعدى منها العصب السير. باهي يعطيك صحه دكتور. نكملوا مع تليفون مع اريانا. مع رضا، مرحبا بك رضا. الو، عسلامه. عسلامه سيدي، مرحبا. بالله نحب نسالك سؤال، عندي شكون مربز في العائله مربز قويه برشا فهمني، وانا عنده ديتيك كي اسكو هذايا نسميوها في الباراليزي فاسيال والا واش كيتنجم تنحى بالسبور ما كيما انترفونسيون معناها اذا شنو مع ليتيك؟ سامحني، عسلامه، مرحبا. يعني فمو يتحرك برشا وفهمت كي يتكلم فمو يتحرك برشا وفهمت يعني مش الاعراض اللي حكينا عليهم نتاع الباراليزي فاسيال، مش فيكساسيون معناها نتاع اسكو تدخل هذه في الكاتيجوري تحكي عليها؟ لا. واسكو التنجم هذاك معناها ينجم لا رضا، يعني اللي حكينا عليه هي الباراليزي فاسيال معناتها سيستماتيزي، تعطي الوجه الكل والغدد اللي حكينا عليهم وكل شيء، ماليتيك سي اوتر شوز معناتها سي نيرفو بوتيتر. جاتو بعد التنرفيز هذيك. اي نجم التنرفيز راهو يعطي برشا حاجات، معناتها لو ستريس هو العدو النميم للانسان. يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك. صارت لوبيراسيون، صارت لها باراليزي فاسيال اللي ثم موتي فهمني بون. توا عندها برسك قلت لك عام وشهر، والباراليزي ما تنحاتش كومبليتمون، جست الشفر نتاع عينها اللي قاعد مازال ما يتحركش، والبارتي صغيره من شفتها اللوتانيه اللي كانت معناتها هي كانت التروزيام كا اللي انت حكيت عليها دكتوره، اللي قلت معناتها انتم كي تقاوموا الباراليزي في الدجري نتاع حاله الشفره نتاع العين، هي عينها ما تتفكرش كومبليتمون. باهي، عملت حصص علاج طبيعي ولا ما عملتش؟ توا جست كان بالسيونس دي مساج هكا هو. اي هذوكم لي سيونس دو مساج لازمها تتكمل بيهم باش تعطي الشانس اكثر للعلاج معناتها للشفاء، سامحني فهمت. عام ونص، عام وشهر معناتها نجموا نعطيو الامل اكثر باش ترجع كيما كانت، فهمت؟ شنو نجمو العلاج طبيعي، تكمل طاقة تعمل العلاج طبيعي، تاخذ الفيتامينات واللي تعملوا في العلاج طبيعي طبقوا في الدار باش ديما تنشط الميسكل اللي تكمش وتقلص بعد العملية الجراحية. باهي يعطيك الصحة دكتورة. مازلنا في بن عروس، معنا يسرى، مرحبا بك يسرى. الو الو، عسلامة. عسلامة يسرى، مرحبا. مش من بن عروس راهو، حديقة المنزه. مرحبا بحديقة المنزه، مرحبا بك يسرى. مرحبا بك، عسلامة دكتور. عسلامة، مرحبا بكم. الحمد لله، تفضل لله. يعيشك. الوغ انا عندي باراليزي فاسيال يظهر لي تيب 3 كيما كنت انت تحكي عليها، عندها بريسك 15 عام. وقتها انا انسانت 8 موا، جاتني باراليزي فاسيال، وقتها قال لي جينيكولوج ما نجمش ناخذ الكورتيكويد. وبعد مشيت لطب اخرين قالوا لي كنت تنجم تاخذ الكورتيكويد، كنت تنجم تمنع. بون عملت لي مساج، عملت خليت لي كورتيكويد بعد ما ولدت، مي قعدت توا معناتها عندي بريس 15 عام. قعدت ترويجي هكا، معناها مش ظاهره برشا، مي فمي كي نضحك معناها يتعوج، عيني ما تسكرش بالكدا كيما قلت انت، ما نجمش ننفخ ما نجمش نزفر. دونك ساعات قلقني كي نضحك، نحس كي الكورون يضربني كيف العرق ولا كيفاش كي تحت وزني هكاكا. دونك حبيت نسال اسكو ثم حل للباراليزي فاسيال، اسكو نجم تبرى ولا لا؟ باهي، شفنا بكري هجر في النوعيه الثالثه اللي هي 20% تعطي يعني اسم عليهم ما نحبش نقول، معناتها دي سكيل هكاك مضاعفات خطيره اللي هي في بعض الاحيان ما تبراش معناتها. ولكن توا يسرى قلت نحس في تنميل ولا وجيعه وكل هذو كنعاونوهم بالفيتامين معناتها بور لو كونفور دو مالاد وكل شيء يتحسنوا بالكدا، وتنجم زاده تعمل دي سيونس كيف كيف ما 15 عام برشا، مي نجموا نحاولوا معناها فهمت، مع الاقل نحسنوا شوي. اي نجموا نحاولوا باهي. يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لبن عروس، معنا مروه، مرحبا بك مروه.
الو عسلامه. عسلامه لله، مرحبا. عايشك يا ربي. بربي انا حبيت نساء صارت لي 3 سنين معناها التالي، معناها جاتني كيما يقولوها ضربه هواي هما، تعوجت تعوج فمي وعيني زادت تحلت، فهمتني؟ مشيت عديت عليها وسافا، وتوا حاسه عندي دجور التالي، معناها وجهي ينمل، الشطر هذاك هو نفسه ينمل، معناها حاسه وجيعه فيه. خايفه معناها لا يعاود يرجع لي نفس الحكايه. باهي باهي. كي مروه كي نحسوا الاعراض هذوما ناخذوا الفيتامين باش نقيو رواحنا من نهار جينا الباراليزي، نعاونوا رواحنا ونردوا بينا، نغطيو معناتها وجهنا وما نخرجوش في الهواء البارد وما نتنرفزوش، كول بي كول. دونك باش ما تجيناش الحاله هذيا، خاطر يبداو يحسوها قبل ما تجيهم راهو الحاله، معناتها تنميل ساعات وجيعه في الوضن وكل شيء، ومن بعد يسو ديكلونش هي بصفه فجائيه، لكن اللي جات قبل يعرفها. باهي الدكتور اللي جات قبل ويحس بالتنميل هذا ما نجمش يمشي للطبيب وقت تاتي حاجات ما يصير اي نجم قبل ما يصير. ان سارتان مومون العبيد ما يشوفوكش، راهو مع الميدسان كي عمل لك ليكزامان، معناتها يعمل لك الفحص نتاعو، فما سارتان سين حاجات نعملوها ما احنا نفيقوا بدي دوغري اللي هما معناتها صغار برشا، ونجموا صحيت نعطيو لي تريتمون كونفينابل في الوقت قبل ما معناتها تقدم في الدرجه نتاعها. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لصفاقس معنا ورده، مرحبا بك ورده. السلام عليكم. السلامه لله، مرحبا. ليه انا كنت نسمع فيك نضحكوا على شلل النص، في انا صرت لي قبل عندي حكايه 3 سنين التالي هكاكا، وتو عندي وجهي في راسي تتحول لي من بقعه لبقعه، يعني رجعت انا صفا وكل شيء، ثم شويه في فمي هكا كي انا نحس بيه، معناها ما تلاحظهمش انت. حبيت نعرف الوجهي في راسي منها هي ولا هو اللي جيه في الابيزود نتاع الباراليزي فاسيال بيريفيريك، كي جيه الصداع ينجم يكون مصحوب بصداع، لكن توا بعد مرور فتره 3 سنين يمكن يكون السبب مش هو بيدو. دونك كيما السؤال اللي جانا من بكري، دونك ماذا بيها تعدي عن طبيب مختص باش يشوف علاش هالوجيع هذوما، وفرد مره تتهنى على الاعصاب نتاعها الكل الاخرين معناتها باش نشوف. دكتور فما شكون يسال فينا اسكو قالك احنا في العيله معنا سي فريكون ان يجي وشلل الوجه النصفي، اسكو ينجم يكون فما عامل وراثي في الاصابه ولا لا؟ اي صحيح، ينجم يكون فما عامل وراثي في الاصابه هذي. باهي دكتور يسالوا فينا زاده اسكو ينجم ياثر على حاسه التذوق والا لا، تولي ما عادش نجم تذوق بالكدا والا تبدا ماكله حاره، قلت حاره ماكله سخونه، ولي ما عادش نجم تحس بالسخونه نتاع الماكله هذيك والا لا؟ اي على خاطر كيما حكينا بكري اللي هو يتحكم في التذوق في في مقدمه اللسان لدو تيغ اونتيغيور، دونك هذاك علاش يصير لنا اضطراب في حاسه التذوق. باهي والاضطراب هذا دائم ولا مؤقت؟ لا كيما الحاجات الاخرين الكل، معناتها نجم كيما يقعد في المضاعفات، اما الاكثريه هي اللي يقعدوا هي العين والفم اكثر حاجه. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لأريانا معنا سليم، مرحبا بك سليم. ذهب سليم وسوف يعود. باهي سينو احنا براتيكمون دكتوره وصلنا لاخر الحصه نتاعنا لليوم.